أبغى أسألك سؤال ممكن؟ مين عثمان طه؟ مين عثمان طه؟ ما تعرف عثمان طه؟ مهندس أتوقع. مهندس لا. هو شاعر؟ الشاعر لا مو شاعر. هو بيهندس أمور أخرى بس مش معمارية. So who is عثمان طه؟ أو مسؤول. هو عنده مسؤولية ضخمة. واحد بيقرأ القرآن شوف سنين ما عمري فكرت إنه هذا ترى خط يدوي. يعني كنت محسب صراحة إنها يعني خلاص كمبيوتر وفونت موجود وانطبع وانتهينا. لا طلع هذا الخط اللي قاعدين نقرأه إحنا واحد شخص إنسان قاعد خط القرآن كله بيده من أوله لآخره. فالمصحف الشريف المصحف المدينة المنورة لما تفتح من الخلف هتلاقي مكتوب بعون الله وتوفيق تم طبع هذا المصحف، وبعدين في الأخير الخطاط عثمان طه. هو ده هنقابله أول مرة أقابله. بسم الله. السلام عليكم. حيا الله شيخنا، اهلا وسهلا، كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. مرحبا. كيف امورك؟ ان شاء الله طيب. الله يكرمك. الله يكرمك. عثمان طه يعني سبحان الله الواحد يشوف هذه على طول كذا مغناطيس يد تقبلها، لانها يد يعني قضت اكثر من 30 40 سنه في كتابه المصحف. كتبت القران بجميع الروايات حوالي 12 نسخه كل خط يد. والله أنا عشقان الخط، ما يملي التعب، يعني أكتب حتى أتعب، حتى أحيانا أنا أكتب الخط القلم على الأرض. متع. متع. أي نعم. الشغف متجسد فيه، شغفه في كتابة المصحف. ما يملي الدنيا كلها، ما يملي، أنا والخط. أنت والخط. بس. عندك طقوس معينة قبل لا تبدأ؟ أنا ما كتبت صفحة من المصاحف اللي كلها إلا على وضوء. هنا. فالمصحف الواحد تقريبا كم يأخذك وقت هنا. كتابته؟ ثلاث سنوات. هنا. عمل يومي. عمل يومي. الحمد لله. بالنسبة لكتابة القرآن، يعني الإنسان المؤمن اللي يؤمن بالدين وبالآخرة ويؤمن بوجود الله، القرآن مخيف، صعب، صعب، يعني خاصة. عندك وصف الجنة وصف النار. وصف الجنة مرتاح، أنا بحب أنه ما تخلص الآيات، يوم تجي على جهنم وعذاب جهنم وكذا كذا كذا شوي دي بترجو. سبحان الله. بعرق، أنا عادة ما بعرق ولا بحس على حالي. شيخ عثمان دحين في يعني اللي حيشوفوا اللقاء ده يمكن ملايين مسلمين، فإيش تحب تطلب منهم لما يقروا القرآن؟ يدعو لي يعني يحفظ لي عيني وجوارحي مشان أكمل عملي وعمري يتقدم كثير الحمد لله. أنا الآن جاوز 85. إن شاء الله. الله يطول في عمرك في البركة والخير. ربنا يحميك من كل شر. آمين. ربنا يسترك دين ودنيا وآخرة. يسترك ويستر عيالك. ربنا يوفق أولادك، يحفظ زوجتك، هز المحبة بيناتكم. الحمد لله رب العالمين. الله يكرمك. الله يخليك. تسلم يا شيخ. الله يفتح عليك.